في الطبيعه في حاجه اسمها او نظريه اسمها تاثير الفراشه. ازاي مجموعه من الاحداث البسيطه او اللي انت فاكرها بسيطه بس ممكن تسبب نتائج كارثيه. ازاي ممكن موت فراشه في ولايه يسبب اعصار في ولايه تانية خالص. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الاختلال في التوازن البيئي. بس عشان نتكلم عن الاختلال في التوازن البيئي لازم نكون عارفين شويه تعريفات كتير جدا كده. زي مثلا يعني ايه ايكولوجيكال سيستم، يعني ايه انظمه بيئيه، يعني ايه فود ويب او شبكه غذائيه، يعني ايه فود تشين او سلسله غذائيه. ومن هنا نبدا نعرف يعني ايه ايكولوجيكال بالانس اصلا، يعني ايه اتزان بيئي. وبعد كده نبدا نعرف ايه هو الايكولوجيكال امبالانس اللي هو الاتزان او الاختلال في الاتزان البيئي. بس انا النهارده مش جاي اقول اي تعريفات خالص، النهارده انا جاي احكي قصص. احنا هنحكي مع بعض ثلاث قصص هتفسر لنا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي احنا مش عارفين فيه اي حاجه. القصه الاولى بعنوان انياب الفيل الكنز الملعون. من زمان والانسان بيبحث عن الكنوز، ذهب، فضه، ياقوت، مرجان، احمدك يا رب. او كمان كان بيدور على الكنوز في بطن الارض زي البترول والغاز. بس مؤخرا الانسان عرف ان في كنوز ممكن تكون اغلى من الذهب والفضه موجوده في الحيوانات البريه. واحد من الكنوز دي هنفتحها مع بعض وهو انياب الفيل. انياب الفيل او المعروف باسم العاج بتاع الفيل. بس هما بيستخدموا عاج الفيل ده في ايه؟ عاج الفيل ليه استخدامات كتير جدا، زي مثلا صناعه الحلي، او احيانا بينحتوا عليه بعض التماثيل. شايف التماثيل شكلها جميل جدا ازاي، بتكون هدايا قيمه جدا. او ممكن يستخدم كماده في صقل الجواهر. بس اكتر استخدام ليه وعلشانه بيتقتل اثيال كتير جدا هو الاستخدام في الطب الشعبي الصيني. في بعض المعتقدات الصينيه بتقول ان كل حيوان فيه روح معينه هتفيدك لو انت اخذت منه حاجه، لو انت اكلت الحيوان دوت او لو انت استخدمت منه حاجه هتفيدك الروح ديت. فبيستخدموه في الطب الشعبي الصيني في علاج القرح والصرع والتهاب المفاصل والفيفر او السخونيه، اي حاجه. وطبعا اي حد مريض ممكن يلجا ورا الوهم علشان يحاول يخف من الامه. طيب ايه المشكله يعني ايه هي المشكله؟ المشكله ان بيموت اعداد كبير جدا من الافيال. انت عارف سعر الكيلو الجرام الواحد من عاج الفيل بكام؟ سنه 2010 كان سعر الجرام الواحد حوالي 750 دولار، وارتفع السعر دوت في 2014 لوصل ل 2100 دولار. طب هو الفيل الواحد فيه كام كيلو اصلا؟ النابين بتوع عاج الفيل، النابين اللي طالعين من فيل ادلت او بالغ يعني، ممكن يوصل وزنه لغايه 90 كيلو او 80 كيلو. يعني اضرب مثلا كده 90 كيلو في 2000 دولار، يبقى انت بقى معاك كام؟ 180 الف دولار. يعني انك تقتل فيل واحد بس ممكن تحقق ثروه كبيره جدا. طب احنا هنقتل فيل واحد بس؟ ده يعني البحر يحب الزياده. طيب ايه رايك بقى؟ ده فيل ومات وخدنا معاه صوره للذكرى، يعني احنا جامدين قوي وقتلنا الفيل. طيب شايف افيال قد ايه؟ الفيل فيه نابين بس، دول كام ناب دول؟ طب دول قد ايه دول؟ تمام؟ وعلشان كده بيموت كل سنه حوالي 35,000 فيل. 35,000 فيل، لدرجه ان قاره افريقيا دلوقتي تقريبا فيها اقل من 500,000 فيل. يعني لو الوضع استمر بالشكل ده خلال 10 او 15 سنه هنقول لاحفادنا واولادنا يا زمان كان في حيوان عنده خرطوم اسمه الفيل. طيب انت زعلان ليه؟ ما يموت الفيل، ما ناخد الناب بتاعه، يمكن ربنا خلقه علشان ناخد منه الناب ونحقق ثروه كبيره وفلوس كتيره. هو الفيل ده اصلا حيوان له لازمه؟ يعني هل الفيل ده اصلا مهم للانسان في حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ انا عايز اقول لك ان الفيل لو مش موجود ممكن انت حياتك كانسان تكون مهدده بالانقراض. ازاي ده؟ هو الفيل بيعمل لنا ايه؟ الفيل حيوان مهم جدا جدا في انتشار الغابات. ازاي الفيل بيعمل على انتشار الغابات؟ الفيل بياكل كل يوم، الفيل عشان يبقى فيل كده وصحته كويسه، بياكل كل يوم 136 كيلو جرام من النباتات والاعشاب والاشجار. وعشان ياكل الكميه الكبيره ديت لازم يمشي مسافه حوالي 30 كيلو، 30 كيلو بيمشيها كل يوم عمال يلقط في الاشجار. طيب تخيل معايا بقى لو كل حيوان واحد ياكل 136 كيلو من الاشجار، لو كانت مجموعه افيال بقى ماشيه مع بعض هياكلوا قد ايه؟ دول اكيد هيخشوا على الغابه يقوموا يخلصوا عليها كلها. بس الغريب ان كل ما الفيل ياكل اكتر من الاشجار كل ما الاشجار تزيد اكتر واكتر. ازاي ده؟
لقوا ان نسبه الهضم في الفيل من 40 ل 50%، يعني لو الفيل اكل في اليوم 100 كيلو هيهضم منهم 50 كيلو، وهيبقى فيه 50 كيلو غير مهضوم. ال 50 كيلو اللي غير مهضوم دول هيخرجوا مع مخرجات الفيل. في ايه بقى اللي غير مهضوم ده؟ في بذور النباتات، عشان يبعد مسافه 30 كيلو عن النبات الاصلي اللي اكله، وبعد كده تنزل شويه مطره على المخلفات اللي فيها البذور بتاعه النباتات وتطلع شجره جديده. يعني معنى كده ان الفيل كل ما ياكل اكتر كل ما النباتات هتزيد اكتر واكتر. طيب دراسه عملت سنه 2019 بتوضح الموضوع ده. الدراسه باختصار بتقول ان الفيل بيلعب دور حيوي جدا في تشكيل غابات افريقيا، بل ان اكتر من كده في السنوات الاخيره لما قلت عدد الافيال قلت مساحات الغابات اللي موجوده. الفيل مش في السلسله الغذائيه بتاعت الانسان، وده لان الانسان مش بياكل الفيل ولا الفيل بياكل الانسان، بس الفيل موجود في شبكه غذائيه كبيره جدا بتوفر النبات الاخضر عشان كل اكلات العشب تاكل منه، وكمان اكلات اللحوم تتغذى على اكلات العشب، كمان الاعشاب الكتير والغابات ديت نظام بيئي مهم جدا جدا لتوفير الاكسجين. الاكسجين الانسان من غير الغابات يا جماعه هنموت، صح؟ يبقى معنى كده لو الفيل انقرض مش هيبقى فيه نشر للغابات، وفي الاخر هيموت بعد كده الانسان. صحيح هتكسب ثروه كبيره جدا جدا، بس في الاخر هتخسر حياتك. عشان كده بنقول لا لقتل الافيال. القصه الثانيه اللي معانا هي الكسل اصل الحياه. انا عايزك تقعد وتريح ظهرك لورا كده، عشان احنا النهارده هنتكلم عن اكتر حيوان كسلان ممكن تشوفه في حياتك. هو مين الحيوان ده؟ اسمه ايه؟ اسمه حيوان الكسلان. هو اسمه كده، حيوان الكسلان. حيوان الكسلان بيعيش على الشجر حوالي 98% من حياته، قاعد فوق الشجرة. الحيوان دوت بينام في اليوم 18 ساعة وبيصحى 6 ساعات بس. طب هو بيصحى يعمل ايه؟ يصحى ياكل. ده الحيوان اللي بينام وياكل بس، لا بيعملش اي حاجة تانية في حياته، بياكل وينام بس. هو عايش فوق الاشجار، بيتغذى على ورق الاشجار. ورق الاشجار اشمعنى يعني؟ لانها بسيطه جدا، هيمد ايده ويقطع الشجره وهو قاعد في مكانه وهياكل الشجره، بس انه يطارد حيوان او يجري ورا حشره انت بتحلم. احنا ايه؟ ورا الاشجار حلو وجميل وجامدين اهو. حيوان الكسلان سرعته على الارض 3 متر في الدقيقه، 3 متر في الدقيقه، اي حيوان تاني في نفس حجمه ممكن يقطع ال 3 متر دول في اقل من جزء من الثانيه. الفيديو اللي احنا شايفينه ده مش سلو موشن، ده السرعه القصوى بتاعته. خلي بالك ده واحد بيتصور، يعني واحد مستعجل وعايز يستخبى، ده هو كده مستعجل جدا جدا جدا، يعني كده خلاص ده اقصى سرعه ليه. ده ايه؟ فتح الرابعه والخامس خلاص كده. حيوان بسيط وروقان وحياته كلها في روقان. اما في الميه فسرعته بتزيد جدا، بتوصل ل 13 متر في الدقيقه. طب هو سرعته كبيره ليه؟ هل هو سباح نار؟ لا خالص خالص، هو بيستخدم حاجه غريبه جدا. ايه اللي بيستخدمه؟ الحيوان ده بيتغذى على الشجر، فالنباتات بتعمل له غازات كتيره في بطنه، فبطنه تبقى عامله زي البالونه، تبقى عامله زي العوامه، فايه يعوم بيها على الميه عادي، ويقعد يقدف، وده مش بياخد منه اي طاقه خالص. حيوان الكسلان لانه حيوان كسلان قوي، احيانا كمان موسم التزاوج بيفوته. ليه؟ لانه عقبال ما ينزل من على الشجره ويمشي يدور على الشجره اللي فيها الانثى، وبعد كده يطلع الشجره والانثى تقبله وترفضه، احيانا موسم التزاوج يفوت خالص خالص خالص. يعني الانثى اللي مش موجوده في الشجره اللي جنبها اللي مش ايه؟ مش نازل السنه دي، وخلاص هو بيتزوج مره واحده في السنه. طيب هي ايه القيمه يعني من حيوان الكسلان ده؟ طيب حاجه ثانيه، حيوان الكسلان لانه كسلان بينزل يعمل حمام مره واحده في الاسبوع. مره واحده في الاسبوع. لانه عقبال ما ينزل من على الشجره ويعمل الحمام ويطلع تاني على الشجره هيقعد 6 ساعات. واحنا قلنا ان هو اصلا بينام 18 ساعه وبياكل 6 ساعات، يعني اليوم اللي هيعمل فيه حمام مش هياكل. تمام؟ مره واحده في الاسبوع. طب هو ايه الكم اللي بيديها لنا حيوان الكسلان ده؟ يعني هل ده بيحسنا على الكسل والرحرحه مثلا؟ لا خالص. حيوان الكسلان ده نظام بيئي متكامل، هو لوحده كده بيئه لوحده. بل ان اكتر من كده، حيوان الكسلان لو جاله امساك حياتك انت كانسان ممكن تكون في خطر. معقوله؟ عشان حيوان الكسلان ما عملش بيه انا هخش ابقى حياتي تبقى في خطر؟ ازاي ده؟ حيوان الكسلان لانه كسلان عايش فوق الشجر وحركته بطيئه جدا، ده خلى نوع من انواع الطحالب يعيش على ظهره.
الطحلب استفاد انه لقى حاجه ساكنه يقدر ينمو فيها كويس جدا. وحيوان الكسلان كمان استفاد، اللي لونه بقى لونه اخضر، لونه اللي بقى لونه اخضر زي لون الشجر، فمعنى كده ان الاعداء الطبيعيه بتاعته محدش هيقدر يشوفه. زي مين؟ زي اكلات اللحوم والصقور، لونه بقى لونه اخضر يعني متخفي. يبقى كده الطحلب استفاد وحيوان الكسلان كمان استفاد. ولان في طحالب بقت عايشه على ظهر حيوان الكسلان، فده خلى نوع من انواع الحشرات كمان تعيش على ظهره. الحشرات دي بتتغذى على الطحالب اللي عايشه على ظهر حيوان الكسلان، فما الحشره ممكن تاكل كل الطحالب وبعد كده ما يبقاش فيه طحالب فينكشف للاعداء. لا، ده الحشره كل ما تاكل اكتر من الطحالب كل ما الطحالب تزيد اكتر واكتر. ليه؟ لان الحشره بتعمل حمام، والحمام دوت يعتبر سماد للطحالب. فالحشره كل ما تاكل اكتر، كل ما تطلع مخلفات اكتر، كل ما يبقى فيه سماد اكتر للطحالب، كل ما الطحالب تزيد اكتر واكتر. كنا قلنا ان حيوان الكسلان بينزل يعمل حمام مره واحده في الاسبوع، تمام؟ الحشره بتستفيد ان هو نزل يعمل حمام مره واحده في الاسبوع، انها بتحط البيض بتاعها فوق مخلفات حيوان الكسلان. البيضه هتبقى يرقه، واليرقه هتتغذى على مخلفات حيوان الكسلان، وبعد كده حيوان اليرقه تبقى فراشه، والفراشه تطلع تطير على ظهر حيوان الكسلان تاني، وتبدا الدوره تستمر تاني. طب حيوان الكسلان بينزل يعمل حمام مره واحده في الاسبوع، الحمام ده بيعمله جنب الشجره، يعني بيدي سماد كمان للشجره اللي موجوده ديت، يعني الشجره تلاقي الغذاء المناسب ليها والسماد اللي يخليها تنمو وتتكاثر اكتر واكتر. طيب تعالوا نتخيل بقى كده مع بعض ان حيوان الكسلان ما عملش حمام الاسبوع ده، او جاله امساك الشهر دوت، ايه اللي هيحصل؟ حيوان الكسلان جاله امساك، يعني معنى كده انه مش هينزل يعمل حمام، يعني الحشره مش هتحط البيض بتاعها على مخلفات حيوان الكسلان، يعني البيضه مش هتبقى يرقه، واليرقه مش هتبقى فراشه، والفراشه مش هتطلع على ظهر حيوان الكسلان، يعني الطحالب مش هتلاقي المخلفات بتاعت الشجره، يعني معنى كده الطحالب مش هتبقى موجوده، حيوان الكسلان مش هيبقى لونه اخضر، ايه اللي حصل دوت؟ يعني معنى كده حيوان الكسلان هينكشف للاعداء، حيوان الكسلان مات، حيوان الكسلان مات. حيوان الكسلان ما بقاش بينزل يعمل حمام جنب الشجره، يعني ما بيديش سماد للشجره، يعني معنى كده ان الشجره مش هتبقى موجوده، يعني معنى كده الاكسجين مش هيبقى موجود، يعني معنى كده الانسان ما بقاش موجود. يبقى حيوان الكسلان لو عنده امساك، حياتك انت كانسان ممكن تكون في خطر. مجموعه من الاحداث البسيطه جدا او اللي في رايك انت ممكن تكون بسيطه، بس ممكن تؤدي لنتائج كارثيه. القصه الثالثه اللي معانا يا طير الورواح، أرحلك من صوب المشوار، وسلم لي على الحبايب وخبرني بحاله شو صار. دخلك يا طير الورواح، أرحلك من صوب المشوار، سلم لي على الحبايب وخبرني بحاله. القصة الثالثة اسمها طير الروار ولا مؤاخذة يا ست فيروز. مين هو طير الروار؟ طير الروار اللي غنت له فيروز أغنية مخصوص علشانه هو طائر آكل النحل أو البي إيتر. إحنا عندنا حوالي 27 نوع من طير الروار مميزة بالشكل الجميل جدا جدا، بس طير الروار ده بيتغذى على النحل، 90% من غذائه بيتغذى على النحل، وال 10% التانيين بيتغذى على حشرات تانية، بس 90% من غذائه بيتغذى على النحل. ايه ده؟ طير الروار بيتغذى على النحل اللي بيجيب لنا العسل؟ ده اكيد كده طير الروار ده حاجه مش كويسه جدا. وهنا الكاتب انيس منصور كتب مقاله لا مؤاخذه يا ست فيروز. الكاتب انيس منصور ما كانش عارف هي فيروز بتغني لطائر الروار بتشتكي منه ولا كانت بتغني له عشان بتحبه. وده خلى الكاتب انيس منصور يقعد يدور مين هو طير الروار ده اللي بتغني له فيروز، واكتشف ان هو طائر اكل النحل. وزعل جدا جدا الطائر انيس منصور ان هو اكل النحل. ليه؟ لان انيس منصور ما كانش بيدوق السكر، كان بيستخدم العسل كبديل للسكر. وهنا الكاتب انيس منصور قال طير الروار هيكون عدوي الاول. ده اكتر من كده رفع ايده في اخر المقال كده وقال قاتل الله الروار واعذريني يا ست فيروز. السؤال بقى دلوقتي، هل الكاتب انيس منصور عنده حق في الكلام دوت؟ اصحاب مناحل العسل كانوا فاكرين لفترة طويلة جدا ان طائر الروار بيهدد شغلهم. ليه؟ لانه هياكل النحل وبعد كده مش هيبقى فيه عسل موجود. لغاية لما اتعملت دراسة سنة 2010 بينت تأثير طائر الروار على سلوك النحل. والغريب ان لقوا ان طائر الروار بيحافظ على حياة النحل. يعني ازاي بياكل النحل وفي نفس الوقت ازاي بيحافظ على حياته؟ طائر الروار لما ابتدى يهاجم خلايا النحل خلى النحل يجري بسرعه جدا جدا بيحاول يهرب من طائر الروار،
في محاولة هروبه ابتدى يبعد جدا جدا عن الخلية، فابتدى يروح لأزهار جديدة ما كانش متعرف عليها قبل كده، وده رجع برحيق جديد خلى يكون في إنتاج العسل أكتر وأكتر وجودة العسل كمان تزيد. مش بس كده، ده هو بيهرب من في محاولة الهروب ديت، شغالات النحل عرفوا إن في تهديد موجود جنب الخلية، وده خلى شغالات النحل تشتغل أكتر وأكتر علشان تعوض الفاقد من إنتاج العسل أو النحل اللي مات ده. طيب حاجة كمان، تخيل إن طير الروار كمان بيساعد على انتشار النباتات، إزاي ده؟ ما هو طير الروار لما يجي يطير عشان يطارد النحلة، النحلة هتحاول تهرب، هتروح لأماكن تانية بعيدة جدا جدا، وهي عمالة تاكل رحيق الأزهار، عمالة تلقح كمان النباتات ديت. إحنا نعرف إن النحل مسؤول عن 70% من تلقيح النباتات على الأرض، يعني معنى كده إن طير الروار بشكل غير مباشر كمان بيساعد على انتشار النباتات على الأرض. طب حاجة كمان أكتر من كده، نفترض مثلا ان طير الروار مش موجود وهنريح انيس منصور، بلاش طير الروار، ايه اللي هيحصل؟ النحل هيبدا يزيد جدا جدا في العدد عشان مفيش حد بقى بياكله، تمام؟ طيب لما يزيد جدا جدا في العدد، الزهره اللي كانت بتستقبل نحل او نحلتين على الاكثر هتستقبل مئات النحل، وكده ده كان الطير النحل كان بيلقح الزهور هيكون آفة بتدمر الزهور. كلام منطقي جدا. طيب ما بعد كده النحل دوت لما يبقى آفة بتدمر الزهور مش هيلاقي غذائه في الزهور، هيبدأ يدور على غذائه فين؟ عندنا احنا في البيوت. وتخيل معانا بقى لو دخل سرب من النحل جوه البيت عندك، انت بتخش لك ناموسة بايه بتخليك واقف على راسك جوه البيت، ما بالك بقى سرب من النحل داخل جوه البيت عندك. وعشان كده بنقول ان من حق فيروز تغني لطير الروار، ومش من حق انيس منصور ان هو يزعل من طير الروار. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون دوت بميزان دقيق جدا جدا، كل كائن حي له دور مهم جدا بيلعبه في الحياة، ولو احنا مش عارفين أهمية الدور دوت فالعيب مش في الكائن، العيب فينا احنا اللي ما وصلناش لسه لأهمية الكائن ده مهما صغر حجمه. أنا مش جاي النهاردة أقول لك ازرع شجرة أو لا تقتل حيوان، أنا عايز أقول لك إن لكل مخلوق حق في الحياة، والأرض أمانة في إيدينا، لازم نوصلها زي ما هي للأجيال اللي جاية بعدينا إن شاء الله. كان معاكم دكتور احمد صلاح، مدرس الحياه البريه وحدائق الحيوان، ومقدم حلقات زوريا على اليوتيوب. شكرا لكم.